تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. أعلن قبل أيام نادي أود هيفرلي لوفين البلجيكي التعاقد بشكل رسمي مع الجناح الأردني موسى التعمري، اللاعب اللي لعب موسمين مع أبويل القبرصي واللي بنعتبره إحنا الأردنيين أكثر لاعب أردني نجاحا ربما على مستوى لفت الانتباه في الكرة الأوروبية. ما زال بيحمل أحلام النشامة برؤيته في الدوريات الكبرى بغض النظر عن الفريق اللي حيمثله هناك، ودبتو خطوة التعمري محسوبة جدا، فالدوري البلجيكي أعلى مستوى بالتأكيد من الدوري القبرصي، كما أنه أكثر تعرضا للزيارات كشافة المواهب اللي بيؤمنوا بوجود عدد كبير من المواهب في بلجيكا، وعلشان هيك الأندية الكبرى دائما بترسل كشافتها بشكل أكبر لمتابعة مباريات هناك. ايضا الدوري البلجيكي بتتوفر له بيانات واحصائيات اكبر من الدوري القبرصي، وهذا بيزيد فرصه انه نادي من الانديه في الدوريات الكبرى يشوف معلومات موسى التعمري. افضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2018-2019 اكد انه بيعتبر هذا الانتقال خطوه في مسيرته الاحترافيه مهمه، فهو بيبحث عن التطور اكثر والاستفاده من تدريبات الانديه البلجيكيه المميزه، كما انه لعبه تحت ضغط اكبر حيفيده بالتأكيد ليصقل قدراته بشكل افضل. شخصيا انا بعتقد رحيل موسى للدوري البلجيكي خطوة مميزة بعون الله، فالبلجيكي امتازوا بتخريج اجنحة مميزة اصحاب فعالية عالية وبيلعبوا كرة قدم اكثر حداثة من القبرصية، وبأمنوا بالاساسيات وتطويرها اكثر من كثير من اكيد فريق في قبرص، وهذا كله حيطور من لاعبنا بعون الله إلى أن يتمكن من تحقيق حلم كثير من الأردنيين برؤيته في أحد الدوريات الخمسة الكبرى.